Good morning, Habibi Saftani. How are you? Hoping that you are fine. Today we will have grammar. Please open page 35. 35, يعني 35. What's today? Today is Tuesday. What's today? Today is Tuesday. What's the date? The date is 8th of December 2020. اليوم الجرامر عنا إيش عن الجرامر يا تاني؟ Very good. يعني قواعد. إيش اليوم عنا؟ Yes or no questions. Questions سؤال. هون طبعا أسئلة. لأن عنا إس إس الجمع. We use نحن نستخدم the verb الفعل do to ask some question لسؤال بعض الأسئلة. In the simple present tense في صيغة الفعل المضارع. We also نحن أيضا use نستخدم the verb do الفعل do to make لجعل أو عمل the verb in the negative form. Negative form يعني صيغة النفي. أوكي ننفيها. فيعني معناته الفعل do نستخدم طبعا do does التنتين. Do does نستخدمهم في صيغة الفعل المضارع وبنفس الوقت في صيغة النيجاتيف اللي هي صيغة النفي. يعني نستخدمهم في سؤال عادي كجملة وبنفس الوقت نستخدمهم كسؤال. بنشوف كيف هنا نستخدمها في yes or no question. Yes or no question يعني الجواب اللي بيطلع معانا yes or no. يعني سؤال نجاوبه ب yes or no. For example مثال I like butterfly. Butterflies يعني الفراشات. هايهم هدول. طبعا butterflies للجمع الفراشات. I يعني أنا. Like أحب. هاي like. أوكي ما في معها إشي شايفينها. ال I ضمير مفرد. في محل رفع فاعل. إذا بتعرفوا الفاعل. يعني subject. بدنا نحولها لسؤال. شو بتصير؟ Do you like butterflies. هلا هاي سنتنس. طبعا هاي كابيتال وهاي نقطه هاي بنسميها سنتنس. اوكي الاي شو بتتحول ليو ولايك تبقى مثلها مثل ما هي وبترفلايز مثل ما هي بس بنحط كويستشن مارك. حطينا دو مين يقولي ليش حطينا دو مش داز اي اول اي تاني مين يقولي ليه ما حطينا داز بدل دو. فيري جود. الجواب كالتالي عنا السنجولار من البروناون. اوكي لما يكون عنا سنجولار بروناون مثلا هي والشي والات. اوكي هذول شو بياخدوا معهم؟ مين يقول لي شو بياخدوا معهم؟ فيري جود. ياخدوا معهم ايش؟ داز. هلا البلولار اللي هو الجمع الاي يو وي وذي شو بياخدوا؟ دو. عرفتوا؟ فعشان هيك لما تيجي عنا الاي بتصير دو لما كان يو دو وي دو ذي دو لكن الات داز الشي داز الهي داز هدول لازم نحفظهم ماشي انه السنجولار المفرد من البروناون لازم يجي معهم داز والبلورال من البروناون لازم يجي معهم دو. اوكي نرجع هون ليش حطينا دو لانه الاي من مين من هاي عائله البلورال اللي هي الجمع. اوكي فصارت دو يو لايك بترفلايز. طب جواب يس اور نو. يس اي دو. ليش؟ لانه هنا بتحبهم هي بتلعب معهم معناته يس اي دو. رجعنا لاي ودو بدل اليو رجعناها لاصلها صارت اي. ذا سكند وان عندنا هي لايكس. مين يقول لي هاي الاس شو بنقول عنها؟ اس ايش؟ الجمع ولا الفعل؟ فيري جود. هاي اس الفعل اللي هي الفعل المضارع لانه الهي والشي والات بتاخد اسم مع الفيرب. مظبوط اخذناها. ودوجز جمع معروف هاي اس الجمع. هلا الهي شو بتاخد؟ الهي والشي والات شو بياخدوا؟ داز. معناته عندنا هون داز بننزل هي مثل ما هي وبنشيل الاس ما في اس هون شايفين الاس تاعت الفعل. مين يقولي وين راحت الاس تاعت الفعل؟
Very good. الاس تبعت الفعل مسكناها واخذناها وعملنا عليها دائرة وحطيناها مع it does. يعني هي already كانت do صح؟ do، لكن احنا زدنا الاس الها صارت does. فهون ما في اي، فتصير does he like dog. انتبهوا لهاي الجملة مرة تانية، اعيدها. He likes dogs. هلا does he like dogs؟ ليش حطينا الاس هاي مع ال does؟ عشان عنا هون مفرد singular، الهي والشي والات بتاخد معها does. وين الاس اللي مع ال like؟ اخدناها مسكناها وحطيناها وين؟ مع ال do، صارت does. واللايك التاني لما تيجي بالكويشن ما معها اس، مفهوم يا تاني؟ يعني لو جبت لكم بالامتحان كلمة does he likes هون حطينا اس تحطوا لي اياها غلط، مفهوم يا تاني؟ اوكي يس هي داز. بنجاوب برضه نفس الفعل اللي بنستخدمه في الاول بنستخدمه في اليس اور نو كويشن او يس اور نو كويشنز. يعنى اكزامبل 2 I do not. هلا لما يكون عندنا not النفي دائما نعرف انها no. I don't like lions. طبعا هي I do not like lions. لما بدنا نختصرها بتصير I don't like lions. يعني لها two spelling لفظين. I do not like lions و I don't like lions. إذا كانت I don't like اللي هي المختصرة اللي هي هيك. هاي I don't okay وهاي I do not نفس الشيء التنتين the same meaning like lions okay. هاي شايفين like ما فيها s ليش؟ لأنه هذا ضمير جمع pronoun، ضمير البرونون هذا جمع okay اللي هي في محل فاعل. حطينا ال I شو بتاخد معها؟ ال I من عائلة مين؟ عائلة الدو، فبتصير دو. هاي نزلنا الدو، قلنا ال I شو بتصير؟ You do you like lions. Like ما فيها زي ما هي بتنزل ولايونز زي ما هي. طبعا no لان عنا هون not. No I don't لان هي بتقول اصلا I don't like lions. فانا بسأل do you like lions؟ طب اذا انا قلت I don't like lions كيف انا بدي اكتب yes I do؟ غلط، ما بصير لانه انا already I don't like. اوكي اوكي the last one عنا she. الشي من اي عيلة؟ singular. هيها she مع مين؟ مع does. فورا بننزل does. وفي عنا هون she doesn't، شايفين يعني no like tigers، هي لا تحب، معناته does بتيجي هون. does she like tigers؟ طب انا قلت ما بتحب التايجرز، معناته no she doesn't صح او does not. اوكي نعيدها مره تانية. she هاي جمله sentence. She does not like tigers. يعني هي لا تحب، لا not معناها لا. اوكي like معناها تحب، ما تعرفينها. tigers اللي هي النمور. اوكي she doesn't like tiger، هي لا تحب النمور. ايش عملناها هون؟ حطينا does بس شلنا طبعا النط اكيد، يعني زي هون نفس الشيء، ونزلنا الشيء ونزلنا like وحطينا tigers. She doesn't like tigers. Does she like tigers? No, she doesn't. Okay. نعيد القاعدة مرة تانية. إنه لما يكون عنا singular ال it وال she وال he بياخدوا does، ولما يكون عنا plural عنا I, you, we و they بتاخد do. مفهوم؟ فعنا حسب نوع الفاعل هون. اوكي هلا ال I like قلنا I هي فاعل. ايش هي فاعل؟ ايش يعني فاعل بالانجليزي؟ انا مش هحطها هون، بدي احط الشي مثلا هون اللي هو subject. كم مره صرنا ماخدينه subject يعني فاعل، وبنفس الوقت هو بيجي ضمير او اسم، ضمير اللي هي او شيء قلت، والاسم بدل هي شو ممكن نستخدم؟ ماهر، مازن، سامي، أحمد، محمود، يامن، أي اسم بنقدر نستخدمه بنحط هون ضمير. مظبوط لا أي تاني ضمير بدل الاسم يعني. ومثل ما قلت لكم الاس تبعت الفعل المساعد، فعل المين فيرب
الاس عشان دلنا انه هذا فعل رئيسي وهو في حالة الفعل المضارع. هيا للفعل المضارع نقول he likes dogs. he likes dogs. اوكي الدوجز اللي هي الكلاب. هيا الكلاب. he likes dogs. اوكي does زي ما حكينا الاس وين اخذناها؟ حطيناها للدو صارت does. اوكي فاحنا هون كمان يعني مش انه اخذناها وحطيناها، هي عشان انه تستوعبوها، بس هي اوريدي انه الضمائر المفرده وفي عنا ضمائر الجمع السنجولار والبلولر. ماشي يا تاني؟ اوكي هاي القاعده بتكتبوا لي اياها على الدفتر وبتصوروا لي اياها بتبعتوا لي اياها. باي ذا واي قبل ما انسى، في طلاب كتير ما بعتوا لي فيديو للتسميع والنسخ، لو سمحتوا يا تاني تسميع الدرس I like bugs اوكي والنسخ. هاي انا كتبت لكم اياه من متى؟ من وينزداي الاسبوع الماضي the second of December. نسخ وريدنج شايفينه هيو من تنين. احنا اليوم كام؟ اليوم 8 ماشي، يعني سلكم 6 ايام. في طلاب كتير مو بعتين لي الريدنج والكوبي، لو سمحتوا ابعتوا لي الريدنج والكوبي يا تاني. ماشي حبايبي، عشان هذا عليه علامات واللي ما بحب ياخد علامات هو حر، هذا عليه علامات نشاط. اوكي فلا تتأخروا علي ببعت الفيديوهات تبعت النسخ والتسميع reading and writing. اوكي وهذا كمان نفس الشيء تكتبوا لي اياه بتدرسوا لي اياه. اوكي مع هاي القاعدة singular والبلولر. اوكي البلولر يعني هدول الجمع ضمائر الجمع، والسنجولر اللي هم ضمائر المفرد. اوكي لا تنسوهم. ثانك يو حبايبي، جود باي.